اسكت يا بابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق.
وإن الساعة لآتية وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما مدحنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل
لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين وقل إني أنا النذير المبين وقل إني أنا النذير المبين كما الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون فسوف يعلمون ولقد نعلم أن
لك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله
الأشقى إلا تذكرة. إلا تذكرة لمن يخشى. إلا تذكرة لمن بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة إلا تذكرة إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. الرحمن 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 على العرش استوى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.
الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإن يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا آنست نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترعتك وأنا اخترتك فاستمع فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما فلما أتى نودي يا موسى
إنك بالواد المقدس قوة وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى
وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي، قال هي عصاي، قال هي عصاي أتوكأ اذهب إلى فرعون إنه طغى
قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا قال رب اشرح لي صدري وفي أمري كي نسبحك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا كي نسبحك
نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. صدق الله العظيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا. وهكذا أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم والتلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري وقارئ مسجد عمرو بن العاص بمدينة القاهرة. نقلنا لكم هذا من إحدى وحدات الإذاعات المحلية والهندسة الكهربائية ومخازن الفراش الكبرى إدارة محلات البشمهندس محمد معرور المقيم ببي العرب مركز الباجور بمحافظة المنوفية.